الحمد لله مراقب الإنسان، فاتت على العش وقعدت على البيض. طبعا العش صار يخوف، أنا صرت أخاف منه بسبب القطن والشجر اللي حطيته. ما بدي أحرك الإنسان لأنه لا قعدت عندي إنسة تانية يعني تلف عش كمان. الله يبارك يا رب. أصحاب القطن، أصحاب القطن لهون له المنطقة هاي، هذا العش تبع خارجي. والجوز الثاني اللي كان يقعد على المكان البيض ويضرب الطيرة، هلا بالوقت الحالي ما عم يفوت، ما عم يضرب، خايف العش. انا صرت اخاف من العش، خلي يغير مكانه. طبعا عملت له عش احتياطي قدام، اذا حط وحطيت القطن نكشت القطن، هاي الطيرة طلعت من فوق. طلعت من فوق الحريشة راحت تاكل. فاتمنى توفيق للجميع. والله الفكرة مشي حالها نجحت، ان شاء الله تكون الطيرة هي نفسها والطيرة الثانية اذا تكون. خلينا نراقب الطيرانة وارجع لكم فيديو ثاني ان شاء الله.